الزبون يقول لي لو الكحكة اتهزت شوية يقول لي لا مش انت اللي عجنة، لا ده مش كحك ماجدة، لا. بس هو يمكن كنت دايما يقولوا لي انت ليكي كحكة مميزة، وكان اكتر للزباين يقولوا لي بنحب الكحك بتاعك لانه بيفكرنا بايام جدتنا. انا اسمي ماجدة، ماشية في 62، شغالة بقالي حوالي 10 سنين، كنت موظفة، اتحلت على المعاش من سنتين بعد ما كنت الأول بادئة في البيت، وبعد ما خلصت الوظيفة اتفرغت بقى للمشروع. احنا بدأنا من حوالي 10 سنين أنا وأختي، كنا بنعمل حاجات في البيت، بنبدأ مثلا نعمل كسكسي، نعمل رقاق، وبعد كده بدأنا كل الأول كنا بنعمل لبيتنا، وبعدين كان اللي بيدوق حاجتنا كانت بتعجبه، فبدأنا بعد كده نبيع لقرايبنا. بعد كده بدأت أبيع مثلا على مستوى الشغل، بعد كده بقى يعني زبون يجيب زبون كده، لما بقى الموضوع بقى مشروع. اشتغلنا كذا سنة في البيت، ولما خلصت الشغل جبت المحل وسميته حلو وحادي، علشان أنا بعمل أكل بيتي، وأنا بعمل كل حاجة بفضل الله، يعني بعمل أكل بيتي وبعمل حلويات اللي هو الكحك والبسكويت يعني غالبيا طبعا شراء الحاجة دايما بيبقى قبل الموسم، أجهز مثلا أجيب دقيق، أجيب السمنة، ببقى قلقانة مثلا إن أنا أجي وقت الجد ألاقي الحاجة مش موجودة. الدنيا اللي زادت، يعني السنة اللي فاتت كنت ببيع الكيلو الكحك ب 100 جنيه، وفي المحل ب 90 جنيه، يعني بره ب 100، وفي المحل كده الزبون عشان برضو المنطقة شعبية بنبيع ب 90، بقى منزلة مثلا 10 جنيه. السنة دي أول حاجة 130، عندي 150، عندي 180، وبره يتباع ب 200، اللي هو بقى بدخل فيه بقى سمنة البلدي اللي هي الفلاحي، أجيب مثلا زبدة، أجيب علب سمنة شيرتون، ممكن أجيب فرن لو شيرتون مش متوفرة أجيب سمنة فرن غير الزبدة الفرن. وبعدين برضو أنا بعمل الشغل بسمنة مش بزبدة، يعني بنشتري كراتين الزبدة ونسيحها، نطلع منها اللي كان فيها كمية مرتة، وبعد كده تبقى سمنة تبرد ونشتغل بيها. دي برضو طعم للحاجة، وفي نفس الوقت تسوية السمنة بتخلي عمر الكحكاية والبسكوتة عمرها الافتراضي أطول. يعني لو خدت من العيد الصغير وقاعدة بأمانة الله وقاعدة عندك للعيد الكبير وما بعده، مفيش أي مشكلة. بصي أختي دي يعني كأنها تعتبر توأمي، بنكمل بعضينا في كل حاجة من البداية خالص، من أول ما بدأنا نعمل لبيتنا، وكان بدايتها كان كسكسي ورقاق، واحنا الاثنين بنكمل بعض، اللي بتبطط التانيه بتغبز، اللي بتعبي التانيه بتوزن، يعني ما وصراحه يعني بفضل الله، يعني برضو من توفيق من ربنا، عمرنا ما اختلفنا في الشغل نهائي خالص خالص خالص، فاهمين بعضينا. ما ينفعش لو هي ما تعملش معايا ما ينفعش اجيب بديل ليها، خلاص احنا حفظنا بعض، نحل محل بعض في اي حاجه، بنكمل بعض كل وجزء. يعني هي كل واحده تشوف نفسها هي موجوده فين، هي ايه ابرز حاجه عندها، وتعملها وتنميها، وربنا سبحانه وتعالى ما بيخذلش حد ولا بيقفل باب مفتوح.